وللمزيد حول نتائج لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين ورفض الثوار لنتائجها ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين السيد علي عزيز. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. ألو، مرحبا أستاذ علي. لجنة التحقيق تكشف عن توقيف ضابط وشرطي متورطين في قتل المتظاهرين، هل ترى أن كل هذه الدماء التي سالت من المتظاهرين كانت بفعل ضابط وشرطي فقط؟ والله هذا السؤال المفروض تجاوب عليه الحكومة. يعني احنا بالنسبة لنا قتل المتظاهرين نتهم الحكومة بأكملها، الحكومة برمتها من الألف إلى الياء، ابتداء برئيس الوزراء في حينها عادل عبد المهدي وكل خلية اللجنة الأمنية، واللي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي هو كان عضو في هذه خلية اللجنة الأمنية. يعني هم يريدون الموضوع يختصروه ويختزلوه بحق قتل المتظاهرين شخصين فقط اللي هو معاون والشرطي وياه. هل هذا المنطق؟ هل هذا المعاون وهذا الشرطي؟ طيب هذا المعاون والشرطي مسؤولين عن قتلة من؟ قتلة بغداد مثلا في باب الشرجي ساحة التحرير، أم ساحة الطيران، أم الوثبة، أم الرشيد، أم بالقرب من العلاوي؟ أم هل المسؤولين عن قتل المتظاهرين بالقنابل الدخانية بالإطلاقات المباشرة، أم بالرصاص الحي، أم المطاطي؟ يعني هم كيف سيوزعون هذه المهام كلها، مهام القتل؟ المتهم الأول بقتل المتظاهرين هو رئيس الحكومة. يعني احنا لما سمعنا السيد اياد علاوي وهسه بالريبورتاج انتم ذكرتوه، الأوامر كانت تصدر من مكتب عادل عبد المهدي. يعني لو لاحظ التعبير من مكتب عادل عبد المهدي، طيب هذا المكتب من يضم؟ هل عادل عبد المهدي هو كان المتنفذ الوحيد فقط، هو المتحكم بالقرار؟ يعني احنا في حينها كنا نسمع عن شخص اسمه ابو جهاد، هذا كان يستورد على حساب الدوله ومن خاصه ويجيب كل هذا. فاذا الذي يتحمل مسؤوليه هي الحكومه باكملها، عادل عبد المهدي وانتهاء بمصطفى الكاظمي بكلتا الكابينتين، بكلتا الكابينتين. استاذ علي، هناك سؤال اخر ايضا، وهو أن اللجنة لم تصدر في نتائجها أو لم تتطرق في نتائجها إلى مصدر الأوامر في قتل المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، يعني كأن هذه الأوامر جاءت فقط من ضابط ما أو قام بها شرطي من 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 عناصر الشرطة العاديين. هل نحن أمام مسلسل جديد للتستر على المسؤولين الحقيقيين الذين يقفون خلف هذه المجازر؟ أخي يعني أنا خلي أكون واضح وصريح جدا وياك، من خلال الشاشة الشعبية أعرف ويعلم هذا الشيء. إحنا أساسا ما ننظر لأي لجنة تحقيق، إحنا أساسا ما أي لجنة تنبثق من هذه الحكومة هي لجنة غير معترف بها. يا أخي هي نفس هذه الحكومة اللي شكلت هذه اللجنة هي اللي قتلتها. يعني أي لجنة تحقيق، أي لجنة تحقيق التي ترضيكم؟ يعني تريدون لجنة تحقيق مستقلة مثلا من خارج البلاد؟ أخي اسمح لي، التحقيق بماذا؟ ألم يعترف مقتدى الصدر يقول أنا عملت جرة إذن للمتظاهرين بالنجف اللي راح ضحيتها العشرات من الشهداء؟ ألم يعترف ياسين الياسري وزير داخلية عادل عبد المهدي قال نعم إن من أطلق النار وقتل المتظاهرين هي قوات عمليات بغداد؟ هذه الاعترافات بالشاشات، شاشات التلفزة يا أخي، هذا يحتاج إلى تحقيق؟ هذا ما يحتاج إلى تحقيق. إحنا ليش نسمح لهذه الحكومة البائسة أن تضحك علينا؟ ليش نسمح لهذه الحكومة الفاشلة الفاسدة أن تتلاعب بمشاعر العراقيين؟ اليوم احنا نتهم شرطي وباكر نتهم ضابط؟ لا يا اخي لا، المتهم ليس هذا الشرطي. هل تتوقع استاذ علي انه هذه التغريدات التي تفضلت بالحديث عنها سواء لمقتدى الصدر او لغيره كانت جزءا من ملف التحقيق؟ يعني كان هناك تحريض واضح على قتل المتظاهرين في اكثر من مره واكثر من مناسبه، هل تتوقع انها كانت بالفعل جزءا من ملف التحقيق الذي جرى العمل عليه خلال الفتره الماضيه وصدرت نتائجه؟ لا كلا يا اخي، اساسا هو اللي غرد واعترف بالقتل مقتدى الصدر هو اساسا شخص هارب من وجه العداله، نعتبره شخص افراد عليه مذكره القاطبه بالعام 2003 متهم بقتل ابن احد زملاء بالنجف اللي هو الخوئي. لا هو هذا مجرم وده يعترف على جرائمه، وهو اساسا عليه مذكره قبض صادره كذلك من قبل النظام السياسي اللي حكم العراق ما بعد 2003 واللي احنا نعاني من عنده لحد الان، واللي مع الاسف يوم غد راح تصادف الذكرى 18 لاحتلال بغداد وخلونا مع الاسف نشوف هذه الوجوه المجرمه اللي قتلتنا يعني على مدى 18 سنه. فمن يحاسب مقتدى الصدر؟ من يحاسبه؟ مقتدى الصدر الذي استطاع ان يحاسبه هو فقط ثائر تشريني،
هم فقط ثوار تشرين حينما صرخوا بوجهه بالنجف يا مقتدى شيل ايدك، هذا الشعب ما يريدك. اخي هي منظومه ديرهم وجه منظومه قتل، سواء كان سواء كانت منظومه دينيه او منظومه سياسيه او منظومه عسكريه. وبالمناسبه حتى المنظومه العسكريه احنا ما مؤمنين بها. طيب طيب اسمح لي بالسؤال استاذ علي، يعني هذه النتائج وما توصلت اليه لجنه التحقيق هو في الحقيقه يعني امعان في ايذاء الضحايا وايذاء عوائلهم من خلال نتائج بائسه توصلت اليها اللجنه. وهذا يدفعنا للسؤال، الا تحسب هذه اللجنه او الحكومه او من يقف خلف هذه اللجنه حسابا للشعب الغاضب الذي عبر عن ذلك في ذي قار وفي غيرها انه يرفض هذه النتائج ويعدها مسرحيه هزليه؟ يعني لا كلا نهائيا، لانهم يعتبرون العراق ساحه عمليات لهم، ساحه عمليات للسرقه والقتل والنهب. كلا لا يعيرون اي اهميه للشعب العراقي نهائيا، وكانما الشعب غير موجود. هم اساسا لو كانوا يعيرون اهميه للشعب العراقي، هل وصلنا الى ما وصلنا اليه الان؟ لدينا اكثر من 1000 شهيد وننتظر نتائج من لجان تحقيقيه بائسه ساهمت في قتلنا؟ عزيزي السلطه القضائيه والسلطه الامنيه والعسكريه والاداريه والحكوميه والدينيه، جميعهم سلطات فاسده قاتله، ابتداء من اعلى الهرم، سواء الهرم الديني او الهرم السياسي او الهرم الامني، جميعهم يا اخي. احنا ما معترفين بوجودهم اساسا. يعني انا هسه اقول لك انه باكر الصبح، يعني ما باقي اقل من 24 ساعه راح اصير الذكرى 18 للغزو الامريكي للعراق، اللي هذا الغزو على متن دباباته جلب هذه الزمره اللي تحكم العراق حاليا وقتلت ما قتلت من العراقيين. فمن اين ياتيهم الحياء والخجل وهم يفتخرون ويتباهون بعمالتهم لامريكا، ومن ثم من حضن الى حضن يرتمون، من الحطمة الأمريكي إلى الحطمة الإيراني إلى الحطمة. يا أخي هذول ناس بالنسبة لنا إحنا ما نعتبرهم عراقيين أصلا، فما ننتظر شيء منهم. طيب أستاذ علي، أمس رفعت دعوى قضائية في فرنسا في باريس على عادل عبد المهدي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين، رفعتها 5 عوائل عراقية. هل برأيك أن القضاء الفرنسي أو الأجنبي بشكل عام يمكن أن ينصف الضحايا أكثر من القضاء المحلي، ويمكن أن يكون سبباً في محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن قتل المتظاهرين؟ لا أتصور نهائياً، لا أتصور هذا الشيء، لا أتصور هذا الشيء. إحنا كنا شاهدنا وعرفنا ونشوف العالم والمجتمع الدولي كيف يتعامل ويا العراق. اليوم المجتمع الدولي درى متى مستفاد من العراق ويعتبروه البقرة الحلوب، وهذا الشيء ما راح يتغير إذا ما تكون إرادة الثورة هي تفرض كلمتها وصوتها بالأخير. ما نأمل أي شيء، نأمل بشيء واحد، واحنا ما لنا اعتماد غير الا على الله سبحانه وتعالى ومن ثم ثوار تشرين. شكرا جزيلا لك الاستاذ علي عزيز عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.